لم يكن لها من اسمها نصيب. مدرسة أرض الجنتين في قاع القيضي بحزيز في العاصمة صنعاء، حيث لا شيء يمكن أن يطلق عليه وصف مدرسة سوى الطلاب والمعلمين فيها. لا كراسي ولا وسائل تعليمية ولا أبواب، فقط أرض للتعليم. معنا حوالي 20 مدرس بيشتغلون جاهدين ليلا ونهار مسائي وصباحي قدر ما استطعنا، بنحاول نتغلب على الصعاب هذه رغم انها صعب لا يمكن التخلص منها الا بمعالجتها العلاج الناجح، بحيث تكون في هناك كراسي، يكون هناك سبورات، يكون في هناك تبليط للارضيه وابواب وطيقان للفصول. 11 عاما مضت على تاسيس هذه المدرسه بجهود ذاتيه من المواطنين، ولا جديد فيها او اصلاحات منذ ذلك الحين. 1000 طالب يدرسون هنا حاليا، ازدحام وافتراش للأرض المجردة، ولا شيء يقيهم تقلبات الجو المختلفة فيها. كان المواطنين فيها دور البارد في تأسيس هذه المدرسة، لأنه كانت مش موجودة المبنى، وكانت مدرسة تبع مدرسات جيل الميثاق. الآن عدد المدرسة ما يقارب يعني يزيد على 1000 طالب. يعني المدرسة هذه بهذه المباني الضعيفة والبسيطة، لكن الحمد لله نحن نجد ثمرة جهود في هؤلاء النشء وهؤلاء الطلاب. يدفع الطلاب ثمن علمهم غاليا، فمن أراد اختيار الطريق الأصعب حاليا في اليمن بالتنوير بالعلم عليه أن يقبل بالدراسة تحت أي ظرف وبأي مكان، حتى بظل إمكانات ضعيفة كهذه وظرف حرب، ومع هذا يستمرون في طلبه.